ده لسه بيموت. حطيت سي دي عندي هنا هوت، وبعد ما حطيت السي دي اللي موجود عندنا زي ما انتم شايفين هنا هوت ظهر لي، وقفت عليه رايت كليك واخترت بروبرتيز، ظهر لي هنا الفايل سيستم بتاعه اللي هو مين سي دي اف اس اللي موجود عندنا زي ما هو ظاهر بالمنظر ده. نيجي بعد كده نشوف بقى المقارنة الجميلة اللي هو كتبها لي هنا هوت. السبورتنج اوبريتنج سيستم الفات 16 بيتميز ان هو كل الاوبريتنج سيستم بيقدر او معظمها بيقدر ان هو يسبورتها. هنا اداني لسته، طبعا الجدول بتاعنا كان اوضح منها. تمام، اللونج فايل نيم المفروض ان الفات 16 كان الملف بتاعه ان هو ما بيقدرش يشوف اكتر من 8 كاسم الملف، ومفهومش مسافات ومفهومش علامات خاصة، والامتداد بتاع الملف بيكون 3، ولكن عملوا له اكستند. الفات 32 بيقدر يشوف لحد 254 254 فايل. الان تي اف اس بيقدر يشوف لحد 255 حرف موجود عندنا كاسم الملف او اسم الفولدر. مدى الكفاءة بتاعتنا في استخدام المساحة بتاعت الهارد ديسك الموجود عندي، الفات 16 مش كفء، الفات 32 كفء، والفات ال ان تي اف اس كفء اللي موجود عندنا. الكومبريشن او الضغط اللي موجود، وانا ما بقصدش بالكومبريشن هنا خاصيه الوين زيب انا او الوين رار، انا بقصد الخاصيه اللي هي موجوده في الاوبريتنج سيستم اللي هنشوفها ان شاء الله خلال الشرح دلوقتي، مش موجوده لا في فات 16 ولا في فات 32، ولكن موجوده في ال ان تي اف اس. الكوتا بتاعتنا مش موجوده هنا طبعا، لا هنا ولا هنا. التشفير مش موجود في الفات 16 ولا الفات 32. سبورت فور لوكال سيكيورتي مش موجودة في الفات 16، ومش موجودة في الفات 32، وموجودة في ال NTFS. طبعا دي اللي انا لسه شايفها دلوقتي. تمام، اللي موجودة عندنا ان انا قلت لما بقف على وقفت على البارتيشن اللي موجود عندي، او وقفت على فولدر موجود عندنا ولاحظت ان هو مفهوش، لما وقفت على فولدر هنا هوت ولاحظت ان انا ما عنديش الخانة الخاصة بالسيكيوريتي. ليه؟ لان ده الاي بتاعي فات 32 اللي موجود عندنا. اما لما وقفت على اي فولدر موجود عندي في السي لاحظت ان انا عندي هنا سيكيوريتي. فدي السيكيوريتي. يا جماعة في طبعا لو بصينا، انا يعني في معلومة مش عايز اقولها وفي نفس الوقت عايز اقولها عشان ما اعديهاش هنا هوت. عندي هنا هوت الخاصية التانية support for network security، هنلاحظ ده يس وده يس وده يس. ايه الفرق ما بين الاتنين support for local security و support for network security اللي موجودة عندنا؟ هنلاحظ ان انا الفولدر ده لو انا عايز جهاز من بره الشبكة بتاعتي يشوفه، فاحنا كنا بنقدر نقف عليه right click properties وبنختار من هنا sharing، وبنحدد بنحدد هنا هو البرميشن مين يشوف وايه ايه الصلاحيات بتاعته. دي موجوده في السي اللي هي الان تي اف اس، الان تي اف اس اللي موجوده عندي، وموجوده برضو في الاي. يعني لو وقفت هنا هلاحظ عندي هنا برضو نفس الخانه بتاعه الشيرنج اللي موجوده عندنا. امال ايه حكايه بقى السكيورتي؟ لو عايزين نفهم ايه الفرق ما بين الشيرنج والسكيورتي اللي موجوده عندنا، بص يا جماعه، لو انا عندي كمبيوتر والكمبيوتر ده عليه فولدر، اوكي، وانا عامل شيرنج، اي حد اي كمبيوتر تاني من بره هيحاول يخش على الفولدر ده هينطبق عليه اللي هي مين الشروط او البرميشن او الصلاحيات بتاعت مين اللي موجودة على الفولدر ده. طب لو الراجل ده راح وقعد على الكمبيوتر ده، الشيرنج مش هيفرق معايا، ما هو شايف الهارد ديسك كله بالكامل. طيب لو انا كان عندي الهارد ديسك بتاعي فيه ان تي اف اس، فهنا هيبقى فيه فلترين، الفلتر الاولاني اللي هو بتاع الشيرنج اللي موجود عندي، والفلتر التاني اللي هو بتاع السكيورتي اللي خاص بالان تي اف اس. فلو المستخدم لما يجي يخش على الملف اللي موجود عندي ده هيعدي اول فلتر اللي هو مين اللي هو بتاع الشيرنج، لو قدر ان هو يعديه يبقى هيخش اوتوماتيك على مين، على الشروط اللي محطوطة في السكيورتي اللي هي خاصة بالـ NTFS. لو قدر يعديها هيخش على الملف. طب لو المستخدم
قعد على الكمبيوتر بتاعي ده على طول. الشيرنج قلنا ما ملوش قيمة، ولكن السكيورتي تظل. فاذا السكيورتي اللي موجودة عندي دهيت، وهتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله قدام، السكيورتي دي بتطبق سواء انت على النتورك، سواء واحد بيحاول ياكسس الفايل اللي عليه السكيورتي ده على النتورك، او لو المستخدم ده قعد على الجهاز نفسه، هتطبق برضو عليه الشروط اللي محطوطة في السكيورتي اللي موجودة عندنا. يا رب تكون يعني مبدئيا بس فهمتوا الفرق الصغير ده، ان شاء الله هناخده بالتفصيل ساعة لما نيجي ناخد البرميشنز اللي موجودة عندنا. هنلاحظ عندي هنا الماكسيمم سايز بتاعي فوليوم اللي هو 2 جيجا بايت، بالنسبة لفئة 32 هو 32 جيجا بايت، بالنسبة لنا هنا 16 تيرا بايت بالنسبة لويندوز اكس بي لو انت كنت عامل حجم الكلاستر بتاعك 4 كيلو بايت. لو انت عامل حجم الكلاستر بتاعك 64 كيلو بايت، يعني كبرته عشان ما يبقاش شغال بكفء، يقدر يديلك لحد كام؟ 256 تيرا بايت. طبعا ده ايه؟ يعني محل مش من الحلول الطبيعية اللي موجودة عندنا. جميل. طيب converting الفايل سيستم اللي موجود عندنا، لما اجي اعمل عملية التحويل، convert هي عملية التحويل من فايل سيستم لفايل سيستم مع المحافظة على الملفات اللي موجودة عندنا. ف convert يعني انا بحول من فايل سيستم لفايل سيستم، تمام، مع المحافظة على المعلومات اللي موجودة عندنا. فجاي بيقول لي هنا، نشوف المثال ده مش هتلاقوه مش واضحة بالمرة في الكتاب، تمام. بيقول لي لو انت عايز تحول من NTFS on Windows 2000 ل NTFS بتاع الاكس بي، ايه ده هما الاثنين NTFS؟ طب لا دي غلط اكيد. دي نبص على التانية، لو انت عايز تحول من NTFS بتاع ويندوز ان تي ل NTFS بتاع ويندوز اكس بي، يبقى هنا بقى ايه؟ نطلع بقى بالنتيجة اللي موجودة عندنا، ان ال NTFS اللي موجود عندي فيه منه اصدارات، يعني ال NTFS فيه فيرجن، وال NTFS بتاع الويندوز ان تي مختلف عن ال NTFS بتاع الويندوز 2000، مختلف عن الويندوز NTFS بتاع الويندوز مين؟ اكس بي. اذا الكلام ده هنقدر نشوفه هنا، ان ال NTFS اللي موجود عندي have several versions، في فيرجن واحد وفي 1.1. ونبص بقى هنا 1.2 ده موجود في ويندوز ان تي 3.51 وويندوز ان تي 4. ويندوز ان تي اول ما ظهرت ظهرت ب 3، انا ما حضرتش ان تي 3.51، ولكن انا حضرت ان تي 4، هي دي كانت بدايتي مع الكمبيوتر، تمام، او مع النتورك عموما. فهنا الان تي انا اعرف ان هي كانت في 53 وبعد كده 3.51 وبعد كده نزلوا 4. فاذا الان تي اف اس الاصدار اللي موجود في ال NT ويندوز NT هو كان كام؟ 1.2. الاصدار اللي موجود في ويندوز 2000، تمام، هو فيرجن 3. الاصدار اللي موجود في الاكس بي والفيستا، تمام، وال 98 وال 2008 وال 2003 هو 3.1. اذا انا الحاجات اللي بتستعملها لي الانتي اف اس اللي بيستعمله مايكروسوفت اللي موجوده عندنا ثلاث انواع من الاصدارات، 1.2 ده اللي كان بيستعمل مع الانتي 4، 3 ده اللي كان بيستعمل مع ويندوز 2000، 3.1 ده اللي بيستعمل مع الاكس بي والفيستا اللي موجود عندي هنا اهوت. طبعا اي انا واحد من الناس وانا بحضر للمحاضره دي، تمام، انا قلت الارقام دي غلط، تمام، ولكن اللخبطه اللي موجوده اللي انا اعرفه ان الاصدارات اللي موجوده اللي هي 4 و5 و5 و1 و6، فما اعرفش اللخبطه دي جايه اساسها ايه، ولكن انت تقدر تاخدهم بالترتيب اللي هو مثلا 3.1 هو ده مثلا اللي هو 6، 3 هو 5.1، يعني كأن نفس الاسم ونفس الفيرجن بس ليهم اسماء مختلفه. يعني انا مثلا هقول ال NTFS اللي بيتعامل مع الويندوز اكس بي هو فيرجن 3.1، وفي ناس بتسميه فيرجن 6، اللي بيتعامل مع الويندوز 2000 هو